السلام عليكم، اهلا بكم في درس الملاكمه. اليوم اريد ان اريكم الهوك اليسار على ستايل مايك تايسون، كيف يضرب اليسار والابر كات واليسار الهوك، والفرق الى الاورثودوكس ستايل. ها الاورثودوكس الستايل العادي في البوكس، اريكم الفرق. الهوك اليسار كما تعرفون الاورثودوكس هاي هو يقف ممكن هكذا، هو ده الستايل الاورثودوكس، ها، وهو ممكن طبعا يفتح شوية ويضرب الهوك، ها بوم، ها بوم، هذا هو الأرثوذكس. الهوك اليسار الأرثوذكس يضرب هكذا. الفرق في البيكابو ستايل، ما هو الفرق في البيكابو ستايل؟ البيكابو ستايل تعرفون هو لا يقف هكذا، ها هو يقف أكثر هكذا، ها، واليد ممكن هنا مسكر، ها، ولما يعمل سليب طبعا يعمل سليب شوية إلى الأمام يسار وإلى الأمام يمين، ها السليب المنظر السليب يكون هكذا. ولما يريد أن يضرب الهوك ممكن ينزل شوية هنا على الرجل اليسار، ها ينزل شوية على الرجل اليسار ويعمل السليب، ومن السليب ياخذ كل القوة الجسد، ها يدور الجسد ويخرج الهوك اليسار، ها ها. وفي هذا ممكن ترون مايك تايسون ماذا يفعل لما ينزل هنا، ها انت لا تعرف هل هو يضرب الهوك او ممكن يضرب كمان الابر كات، ها، وفي كثير كاو هو ينزل ومن هنا انت لا تعرف الان هل ياتي الهوك او هل ياتي الابر كات، ها ها. والفرق طبعا انك تخرج كثير اكثر من القوه لما انت تضرب الهوك هكذا، لانك تنزل، ها، وبوم، ها، كل الجسد يدخل، كل المدور ياتي اكثر قوه لما انت في هذا البوزيشن وتضرب الهوك هكذا. ولكن طبعا هذا يكون اكثر امان، لانك في الامان، ها راسك في الخلف كما ترون، ها، وعند البيكابو ستايل راسك في الامام شويه، ها هذا اكثر خطر. البيكابو ستايل اكثر خطر، ولازم تكون اقرب وتتقرب اكثر مع الراس، اكثر خطر. ايضا لازم تكون اكثر سريع، ها انك، ها، ممكن تضرب مثل رايتكم اولا اليسار المستقيم وتذهب اليسار وتضرب الهوك، ها الهوك اليسار. وهنا الرجل ينزل شوية، ها انا انزل، ايضا جيد انني انزل، ها اسحب من نفس يعني نفس الدرجه، انزل شويه، وهنا هنا يخرج القوه، ها هو يعمل مايك تايسون كما ترون، هو يخرج من هو هنا، وطبعا من هنا يخرج كل القوه، ها بوم، ها ها، او ابر كات، ها من هنا من الرجل. المهم ان، ها، ياتي الى هذا موقف، ها الى هذا الموقف، ومن هنا يضرب اليسار، ها. والأرثوذكس طبعا الرجل اليسار يكون هكذا اكثر امان، الراس في الخلف. الميزه في البيك اب ستايل انك، ها، تضرب بقوه، وانت تضرب انت اصلا في هذا الموقف انك خرجت من الزاويه، ها انت خرجت من الزاويه وتستطيع ان تضرب من هنا، حتى ممكن الرجل يكون هنا، ها الخصم، وانت تستطيع ان تذهب هنا وتضرب، ها. لكن الصعب في هذا انك تجعل نفسك الى هذا الموقف وخصمك يكون هنا، ها، ولا يغير الزاويه، انت لازم تكون اسرع من الخصم. واشكركم، واذا يعجبكم القناه اضغطوا اللايك، اشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله. Selamun Aleyküm, benim boks dersime hoş geldiniz. Bugün hangi fark var?
مايك تايسون ستيدي هوك ها كروشيه هوك مايك تايسون ستيدي وأرثوذكس ستيدي هوك يسار ها وبلكي باليورسونوس هوك يسار دي هوك سول هوك سول هوك ها سول هوك biliyorsunuz belki Mike Tyson sol hook çok güçlü, çok güçlü vurdu ha. Veya uppercut aynı. Hı? Şimdi mesela ortodoks stili benim duruşu şöyle ha. Şöyle ve sol kroşe şöyle çıkıyor. Bum ha. Bum ha. Mike Tyson stili ha ama nasıl bilip görebilirsiniz? Ortodoks stili benim kafa biraz arkada. Arkada hook vurarken ha bum bu daha güvenlik var daha güvenlik ama Mike Tyson dedi ha benim slip'den çıkıyorum ha slip'den çıkıyorum aşağı gidiyorum ve bum ha ha veya uppercut aynı ha ama tehlikeli çünkü benim kafa arkada değil benim kafa ileride ha de tehlikeli ve ne var da bu çok güç vuruyorsunuz çok güçlü ama da çok enerji kaybediyorsunuz ha bu da yani tehlikeli pikabol stili yani tabi iyi çünkü buradan vuracaksınız buradan kroşe vuruyorsunuz ha ve senin başka adam burada duruyor ha sen buradasın bu tabi çok iyi pozisyon ama bu pozisyon alarken çok çok yani çok zor ha çok zor bu pozisyon hızlı alıyorsunuz çünkü senin başka adam belki de değiştiriyor ha değiştiriyor nasıl duruş alıyor lakin sen burada duruş alarsın o senin adam burada sen hızlısan tamam olabilir ama hızlı yoksa yani çok tehlikeli Şimdi burada aşağı gidiyorum ha benim bacak biraz aşağı gidiyor burada da güç çıkıyor ha burada güç çıkıyor ha şöyle bu hareket pikabu stili de ha bu veya uppercut veya kroşe ha en önemli slip'den aşağıda şimdi burada basıyorum yukarıda ha ve yeter ve kanala abone ol teşekkür ederim beğen yap ve selamun aleyküm ve rahmetullah.